تتحسس على الغصن الحمامة. قال محمد صالح إدريس: غصن على الجذع انحنى، حطت عليه حمائم الترابا. هدلت ونادت في الغفاة حمامة: يا أهل هذه الأرض قوموا وافتحوا الأبواب. ما بالها سبل الحياة تقطعت من حولكم، وأصابكم من أمركم ما قد أصاب. ما بال أحزان الزمان تحالفت واستغلقت أبوابكم بابا فبابا. ونما على أعتابكم عشب الخراب، فشوه الأعتاب. ما بال شمس الله قد عافت نوافذكم، فغدا الفؤاد معتما سردابا. وعوت ذئاب الحقد بين ضلوعكم، لتشيع في الأرض الردى وتكشر الأنياب. ما بال أهل الجهل مال فؤادهم للسامر إعجابا. قد أشربوا بالكفر حب العجل في خلواتهم، وتبادلوا الأنخاب. وتآمروا في الليل ضد قبيلهم مستبلسين، ودعموا الإرهاب. صبوا حميم الموت من حقد على يمن، فتحولت أرض بها من بعد بهجتها خرابا. إن كنت مضطرا إلى حذر فاحذر عدوك واحذر الأعراب. باسوا يد الدجال في حفلاتهم، وتبادلوا الإطراء والإعجاب. وتضافرت في الشر كل جهودهم قتلا وذبحا للورى، لم يعدموا الأسباب. قد جاء موسى بالكتاب فجادلوه وكذبوا كذابا. وبأرضه ساح المسيح مبشرا بالخير، أرفقه كتابا. وأتى رسول الله بالحق المبين فكذبوه وألبوا الأحزاب. عميت قلوبنا إذ صمتوا، وتكلمت ورقاء قول الحق إذ نطقت، فما ردوا الجواب. فمتى تعود لأمتي أمجادها فتصيب بالفكر الرشيد صوابا.